هل يجري بذبح الكبش الذي يكون في شهر ذي الحجة مثلا شهره السادس علما بأنه سمين، بعكس بعض الصليان التي تكون في الشهر الثالث ولكن لا يظهر عليها أثر السمن؟ جزاكم الله خيرا. والمقصود من هذا السؤال الأضحية، جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز ويجزي ذبح الخروف الذي بلغ 6 أشهر فأكثر، ويجزي بالأضحية، لأن هذا هو السن الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعن. فإذا بلغ الخروف أو الشاة 6 أشهر فإنه يجزي بالأضحية إذا كان سليما من العيوب. وكذلك الماعز إذا تم له سنة ذكر له أنثى، فالماعز اشترط أن يتم له سنة ولا يجزي ما دون السنة. الحاصل أنه لا بأس بذبح الخروف الذي تم له 6 أشهر إذا كان سليما من العيوب، وأنه يجزي في الأضحية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان شهر ذي الحجة هو الشهر السادس إذا ما تملك 6 أشهر في يوم العيد وما بعده فإنه لا يجزي. المهم أنه إذا جاء يوم العيد يكون له 6 أشهر أو ما بعده إلى اليوم 13. يعني إذا تم 6 أشهر في هذه الأيام يجوز ذبحه فيها. أما إذا كان ما تم 6 أشهر ولا يتم إلا في آخر شهر ذي الحجة أو بعد اليوم 13 من ذي الحجة فإنه لا يجزي. بارك الله فيكم.